هذه أقوى سيارة سيدان على الإطلاق، إنها كاديلاك سيتي 5V بلاك وينج 2023. مرحبا بك في كاديلاك. اليوم سنأخذك في جولة للتعرف على السيارة فائقة القوة والأداء، كاديلاك سيتي 5V بلاك وينج 2023. توفر هذه السيارة قوة هائلة ومزايا أيروديناميكية ولمسات مستوحاة من مضمار السباق وتقنية ذكية ووسائل راحة متطورة. من شبكتها الجريئة إلى أبعادها الأنيقة والطويلة والمنخفضة، يعمل الجانب الجمالي مع الديناميكية الهوائية التي تم التحقق من صحتها على نطاق واسع، ما يجعلها تتمتع بتصميم مميز يتألق داخل الحلبة وخارجها. بإمكانك رؤية روعة التصميم من خلال الطراز المعروض هنا بلون ريفت ميتاليك المعدني، حيث ترتقي حزم ألياف الكربون متوفرة على الهيكل بمظهر أداء السيارة، بينما تضفي مكابح السيراميك الممزوجة بعناصر الكربون مع الملاقط باللون الأحمر إطلالة غاية في الجرأة. كما تم تجهيز السيارة قياسيا بعجلات ألمنيوم قياس 19 إنشا بلمسة دارك أندرويد لامعة كما تراها هنا. يحقق التصميم الداخلي سيتي 5V بلاك وينج توازناً دقيقاً بين الفخامة الراقية والأداء المثير. تتميز عجلة القيادة عالية الأداء ذات الحواف السميكة بألياف الكربون وشريط السباق الأحمر وزر الوصول إلى وضع V-Mode ونظام إدارة السحب. تحتوي هذه اللوحة المحفورة بالليزر على رقم فريد يحدد المعلومات المميزة لكل سيارة. كما يشتمل التصميم الداخلي على مقاعد مكسوة بالجلد باللون البني مع لمسات سوداء جيت بلاك وتطعيمات من ألياف الكربون على ظهر المقعد الأمامي. لاحظ أيضاً بطانة السقف وبطانة الأبواب المصنوعة من الألياف الدقيقة وعلامة V سيريز المتألقة طوال الوقت. وبالطبع نظام الصوت يجسد قوة V سيريز بلاك وينج، فهي مجهزة بنظام صوت AKG بريميوم سيراوند مع 16 مكبراً. وبما أن سيتي 5V بلاك وينج تعتبر ذروة أداء كاديلاك، فهناك مزايا معززة مستوحاة من السباق مدمجة مع جينات كاديلاك الخاصة بالسباقات، بما في ذلك مسجل بيانات الأداء المتكامل والذي يتوفر ليتيح لك التقاط معلومات القيادة وتشغيلها. وتم تزويدها أيضاً بشاشة عرض HD قياس 12 إنش قابلة لإعادة التكوين ومحدد خيار وضع القيادة، بما في ذلك إعدادات محددة لمضمار السباق. وفيما يتعلق بتقنيات مقصورة القيادة، يوفر برنامج تجربة مستخدم كاديلاك مجموعة من المزايا الملائمة والخيارات الشخصية من خلال شاشة عرض HD الملونة التي تعمل باللمس قياس 10 إنش. استفد من توافق أنظمة أبل كار بلاي للوصول إلى الرسائل والموسيقى والخرائط وغيرها الكثير من هاتف آيفون متوافق تحت الغطاء. تمنحك بلاك وينج السلطة لإطلاق العنان لقوتها الخارقة وفقاً لتقديرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات. ستجد سيتي 5V بلاك وينج رهن إشارتك. وهذا هو محرك V8 المتوفر فائق الشحن سعة 6.2 لتر الذي يولد سرعة قصوى تفوق 360 كيلومتر في الساعة على حلبة السباق بقوة تصل حتى 668 حصاناً وعزم دوران يبلغ 893 نيوتن متر، وبإمكانها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.6 ثوانٍ. وبخصوص السلامة والأمان، يتوفر نظام كاديلاك الذكي بشكل قياسي في سيتي 5V بلاك وينج، يشتمل على مجموعة من مزايا السلامة ومساعدة السائق ابتداءً من نظام الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة وصولاً إلى تشخيصات السيارة وغيرها الكثير. ولمعرفة المزيد عن سيتي 5V بلاك وينج، قم بزيارة cadillacarabia.com. شكراً لإلقائك نظرة على سيتي 5V بلاك وينج 2023.